كنافتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، لا تقولوا لي بقى كنافة الخباز، سوري الكنفاني ولا غيره. بصوا الجمال. لا 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 لا، تستحق التجربة يا بنات. شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا بقى القشطة من تحت سايحة ازاي، وجميلة جميلة. حقيقي حقيقي انا فنانه، يا عيني يا عيني. لو هتعمليها بقى بالجبن نفس الطريقه، هتعمليها بالكاستر نفس الطريقه، اي حاجه نفس الطريقه بتاعتي دي بالظبط. لكن لو هي سخنه وسايحه كل ما تقعد بقى، تخيلوا انتوا المنظر. ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيب قلبي يا حنين، عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي معاكم طبق كنافة، بس ايه حكاية حكاية حكاية، تمام؟ وهعمله من على النار فوق مش تحت. عندي صينية كده مدورة، بصوا اللي هي من عايزة برضو تكون من غير يدين، لو دخلها فرن براحتك خالص، بس انا عشان عايزة اعملها على النار من فوق. الصينية بتاعتي كده، وعندي كنافة اهي، تمام؟ هاخد الكنافة اهيت، احط المقدار اللي انا شايفة ان هو يكفي الصينيه بتاعتي، يعني مش هقدر اقول لك مثلا نص كيلو او كيلو، لان انت صينيتك ممكن تاخد كميه كبيره على حسب، فانت هتبقي عندك ايه ليكي نظر في العين يعني. انا ده كده نص كيلو، تمام؟ انا كده ده نص كيلو، هي خدت نص كيلو، هي كده خدت نص كيلو الايه الكنافه، تمام؟ انا الكنافه كنت حاطاها بالفريزر، تمام؟ عادي حتى لو فريش عادي، بس انا كنت جايباها امبارح وما اتعملتش، وايه وحطها بالفريزر عشان كمان احنا عايزينها ناعمه، مش عايزاها بتاع ده، تمام؟ بس كده انا هي دي كنافتي، هحط عليها معلقه كده كبيره او معلقتين سكر، وهحط عليها كمان زبده، حوالي بصوا معلقتين كبار قوي زبده او ثلاثه، وهخليها بقى اهو بصوا اعمل كده فيها لغايه ما كلها تتفتت وتندمج السكر مع الزبده مع الايه؟ مع الكنافه. يلا. هنا معايا على النار هنعرف هنعمل احلى كنافه بالقشطه ازاي، تمام؟ بالقشطه بالمهلبيه زي ما بتحبي تعمليها اعمليها، او بالكاستر زي ما بتحبي، الطريقه واحده. عندي انا هنا صينيه بتاعتي اهي، تمام؟ ولعت النار عليها وحطيت النار عليها، وهحط فيها 3 مكعبات زبده كبار او سمنه بلدي زي ما بتحبي، تمام؟ وهخليها تسيح خالص هنا السمنه، تمام كده؟ وانا عندي بصوا هنا بركه السمنه مع معلقه السكر، وممكن تستغني عن الخطوه دي على فكره وتنزلي بالكنافه من الكيس على طول على الصينيه، تمام كده؟ انا عندي هنا 6 معالق حليب بودر، ومعلقتين معلقه كبيره من الرز، ومعلقه من النشا ده، تمام؟ وهنزل عليهم بالميه واقلب. المقدار اللي انا بعمله بتاع القشطه ده حوالي نص كيلو، نص كيلو كانه نص كيلو حليب يعني، بس كده اهي، تمام؟ صارت عندي جاهزه، تمام؟ هحط في النار بسرعه. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، بصوا حبايبي قوام القشطه الجميل ده، بس كده. هخلي بقى سمنتي تسيح اهيت، اول ما تسيح خالص هنرجع نكمل محلبيتنا او الكنافه بتاعتنا بالمحلبيه. حبايبي بس كنت اقول لكم هنحط هنا عليها رشه من الايه؟ رشه من اسمه ايه ده؟ من الفانيليا، ولو عايزه تحطي معلقه كبيره من الجمر حطي معلقه جمر، تمام؟ عشان يبقى طعمها ايه؟ طعمها شويه جمري، تمام؟ بس كده. هنا عندي دي سخنت اهي السمنه بتاعتي، بصوا شايفين صينيه السمنه بقت كده كتيره وجميله، هاخد منها دي معلقه، احط هنا على الزبده بتاعتي على القشطه بتاعتي عشان تديها طعم حلو. هقلب الزبده بتاعتي او المحلبيه او القشطه البيتي اهي، وهنا بقى عندي ديت اهو، هبدا اخد الكنافه واوزعها على السمنه،
سهله قوي يا بنات وبسيطه. هنا بقى توطي نارك خالص 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 عشان الكنافه تستوي تبقى جميله في نفس الوقت تبقى تمام. عايزه توضبي الصينيه قبل ما تحطيها على النار، اكيد تحطيها على النار براحتك، بس انا شايفه ان هي كده سريعه وجميله قوي. وتبططي خالص، بصي بططيها قوي وبتفرديها. بتحبوها بقى انتوا تخينه اتحكمي فيها، تحبيها رفيعه اتحكمي فيها. السمك بتاع الكنافه على حسب، زي ما انت بتيجي تطلبها من كنفاني بتطلبيها تخينه فنعه، كل واحد على حسب ما بيحب الكنافه بتاعته ايه. تمام كده؟ الكنافه بالذات زي اسمها ايه؟ زي البيتزا. لما بتيجي تطلبي البيتزا بتاعتك في ناس تطلبها تخينه، في ناس تطلب العجينه رفيعه، الكلاسيك. على حسب كل شخص بيحب الايه؟ انا عن نفسي الكنافه بالنسبه لي كده هو ده السمك التمام قوي. بس. بالنسبه لي ده السمك التمام جدا. هاخد دلوقتي القشطه بتاعتي بقى. احلى قشطه بالدنيا دي كلها اهي. ماشي هاخد بقى دي كده اهي. انزل عليها هنا كلها. بس كده. هغطيها يا بنات لمدة 5 دقايق وهنشوف احلى كنافة هتتقدم ازاي. خليكم معايا بس كده، خليكم معايا. اللهم بس كل شوية هتعمليها كده بس كده كل 5 دقايق. والنار كده شايفينها واطية ازاي كده اهي، كده عالية كده واطية خالص زي الرز. تمام كل 5 دقايق بس تعمليها كده، سوري كل 2 دقيقتين تعمليها بس كده، هي ما بتاخدش حاجه على النار. بصوا جمالها، بصوا الله اكبر جمالها، رهيبه 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 رهيبه. بصوا اول ما تلاقوا الاطراف بقى كده تهزي كده، تلاقي الاطراف كده وتتحرك، يبقى انت كده بتاعتك كنافتك خلصت. وبتعملي سباتشولا او باي حاجه كده انك ايه اهي، بصي تتاكدي شايفين اها، بس على خفيف. انت بتتعاملي مع حاجه ناعمه خالص، فايه تتعاملي معاها بهدوء 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 بس كده. واحلى كنافه من على النار فوق خلصت معايا. يلا هسيبها بس تهدى شويه بسيطه عشان اقدر اتحكم في علبتها وهنرجع نقلبها مع بعض كده عشان ايه تطلع معاكي بسرعه وتتاكدي ان الاطراف مش ماسكه فيها. تمام في طبق بقى مدور، اي طبق عندك هتحطيه كده وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبي الايه الكنافه بتاعتك. ما شاء الله الصواني دي تستحق التجربه، الصواني دي جامده. تمام اهي طلعت معايا جميله قوي زي ما انتم شايفين جمالها. بسم الله ما شاء الله، اكتر من رائعه اكتر من رائعه اكتر من رائعه. هحط لها بقى ايه رشه العسل الجميل. واحلى من كنافه الكنفاني بمليون مره. لا تقولوا لي بقى كنافات الكنفاني ولا مستر باكيه ولا اي حد، احلى كنافه من ام عبودي. واقطع صالة الفستق ايه رايكم؟ حلوه يا بودي؟ ايه نسقيها العسل كويس، لو انت بتحبي قليل خليه قليل. دي بقى صوره كنافتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. لا تقولوا لي بقى كنافه الخباز سوري الكنفاني ولا غيره. بصوا بصوا كمان، لا 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 تستحق تستحق التجربه يا بنات. شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا بقى القشطه من تحت سايحه ازاي وجميله جميله. حقيقي حقيقي انا فنانه يا عيني يا عيني. لو هتعمليها بقى بالجبن نفس الطريقه، هتعمليها بالكاستر نفس الطريقه، اي حاجه نفس الطريقه بتاعتي دي بالظبط. بصوا كده وهي سخنه وسايحه، فبالك كل ما تقعد بقى تخيلوا انتوا المنظر.